السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيني طلاب شلونكم؟ اليوم إن شاء الله راح ناخذ أو بمحاضرتنا راح نحكي على أو نكمل الجزء الثاني مال المحاضرة السادسة لموضوع المولكيولار بيسز أوف ميديسين. طبعاً أني قبل دقيقتين كملت المحاضرة الأولى وبديت بالثانية، يعني أني من أوقف المحاضرة مو على مود إنه أنا عندي شيء أو كذا، يعني إلا بالحالات النادرة، ولا بس السبب يعني العفو أقصد السبب إنه على مود لا تصير المحاضرة طويلة عليكم، يعني تقريبا بحدود 50 دقيقة تعتبر زينة، يعني ما بيها شيء، بس من تعب إن تكون ساعة وأكثر لا شوي يصير مزعجة. عموما إحنا بالجزء الجزء الأول أخذنا البوليسكرايتس الأوليغو والدايسكرايتس والمونوسكرايتس وشرحت لكم كل شيء بالتفصيل. بعد اللي تابع المحاضرة ما يحتاج بعد لا شو اسمه يروح يدور باليوتيوب، ولا يحتاج كورسات مال دكاترة معينين، ولا يروح يحتاج يم معاهد مال خصوصي. أنا دا أشرح المادة ببلاش وكلها بالتفصيل، ومدى يعني مدى اخليكم تعبرون وانتم ما فاهمين يعني مساله معينه، واللي عنده سؤال دا اقول لكم انه خليك تكتب بالتعليقات والاخير من هاي السوالف كلها. يعني عموما فائدتكم انه تركزون وياي وتتابعون. الجزء الثاني من المحاضرة ان شاء الله اليوم راح نحكي عن بيولوجيكال انرجي. قلت لكم انا بالمحاضره الاولى لانه من البيولوجيكال انرجي لحد النهايه راح تكون عباره عن كلاوات، زين، لانه المحاضره ما بيها شيء لحد النهايه مجرد، فهنا هي كلاوات بس راح تكون حفظ، يعني كلاوات بس شنو حفظ. فاحنا حتى ما نضيع الوقت مالتنا احاول انه تكون المحاضره مال اليوم اقل من نص ساعه. نبلش بيولوجيكال انرجي، الطاقه الاحيائيه. الطاقه الاحيائيه يقول لك وهي طاقة الانابوليزم اللي هو التفتيت، والكاتابوليزم تقريبا هم نفس المصطلح، اللي راح ينتج لك من شنو؟ من التغييرات الكيميائية اللي تحدث في الكائن الحي. يعني انت الطاقة مال عملية الانابوليزم والكاتابوليزم اللي راح تنتج من التغييرات الكيميائية اللي تحدث بالكائن الحي، شو اسميها هذه؟ اسميها الطاقة البيولوجية والطاقة الاحيائية. شنو قصد الطاقة اللي تجيني من التكسر؟ انا شرحت لكم بالمحاضرة الخامسة اتذكر مدى الرابعة انه كان عندنا مثال اللي هو لفت فلافل مدري شنو، انه لفت فلافل اني من احطمها التحطيم راح يكون بعملية كيميائية، ولما اشكلها اشكل المواد الجديدة همات راح يكون عملية كيميائية. هذا التحطيم والتشكيل راح يحتاج طاقة، هاي الطاقة راح اسميها biological energy. زين، وراح يقول لك metabolic reactions are organized into multiple sequences or multiple steps اللي هو pathways، كمثال glycolysis. يقول لك انه عمليه الميتابوليك رياكشنز اللي هي التفاعلات الايضيه او العمليات الايضيه، يقول لك هاي التفاعلات او هاي العمليات راح تتنظم على هيئه مجموعه من السلاسل او سلسله تكون متعدده الاحداث او متعدده الخطوات، لانه انت ماكو شيء يصير قبل، يعني ماكو شيء راسا هاك تجيبه وانطي، لا لازم اكو تسلسل، شويه شويه ندرج او شويه شويه نصعد، يعني شويه شويه نصعد او شويه شويه ننزل حسب انت شوف شنو عندك الشغلات اللي تريد تسويها. فيقول لك مثال على هاي العمليه بقى عمليات التحطيم، كم عندي عمليات تحطيم، واحده من عندها اللي هي عمليه تحطيم الطعام، زين، عمليه تحطيم الطعام. طبعا الطعام شنو اقصد به الطعام؟ اقصد به انواع الطعام المختلفه. واحده من عندها اللي هي الجلوكوز، عمليه تحطيم الجلوكوز، انتبهوا عمليه تحطيم الجلوكوز نسميها كلايكوليسيز، اللي هو عمليه تحطيم الجلوكوز نسموها كلايكوليسيز. هنا نعطيك عليها مثال، نعطيك اياها كمثال انه هي عمليه تحطيم او عمليه ايض، زين، هي عملية ايض، زين. فيقول لك هنا الباثويز ار كلاسيفايد از، راح نصنف الممرات على انه هي شنو، يا اما تكون كاتابوليك يا اما انابوليك يا اما الانفيبوليك. الكاتابوليك معناها شنو؟ عملية تحطيم الجزيئات. الان الانابوليك اللي هو عملية صناعة الجزيئات، والانفيبوليك اللي هو كل من عملية التحطيم وعملية انتاج. الكاتابوليك انتاج جزيئات، الانابوليك نحطم الجزيئات، والانفيبوليك معناها شنو؟ معناها اثنينهم، يعني تحطيم وتشكيل بوقت واحد. خلينا نجي على الديتيلز الخاصه بهاي السوالف. عندنا الانابوليك رياكشنز وعندنا الكاتابوليك رياكشنز. الانابوليك رياكشنز يقول لك وهي الطاقه اللي نحتاجها حتى نقوم بصناعه جزيئات من مكوناتها الاساسيه، يعني مكونات اساسيه، زين، مكونات اساسيه راح اصنع من عندها مركب كامل، زين، مركب كامل. يقول لك مثل هذه such energy requires reactions، such energy requires reactions، ها، يقول لك مثل هذه التفاعلات راح تحتاج طاقة، زين، وراح يسموها شنو؟ راح يسموها بال
اللي هي الاندرجونيك رياكشنز، راح نسميها بالاندر احفظوها الاندر واحد، والجونيك رياكشنز اللي هي شنو قصدي بها بالاندرجونيك رياكشنز، اللي هي التفاعلات اللي راح تمتصلك طاقه. يعني اني من عندي مجموعه شغلات اريد انتج معها شيء جديد، احتاج طاقه، يعني الجسم راح يمتص طاقه حتى يكون لك من المكونات البسيطه مكون معقد. أنا أحتاج طاقة، الجسم راح يحتاج طاقة حتى يكون لك من المواد البسيطة مكونات مواد معقدة أو مكونات معقدة. هذا هو كل شيء يخص هذا الأنابوليك رياكشن. زين، يقول لك النيو أورجانيك مولكولز آر نيدد فور، راح أحتاج الجزيئات الجديدة اللي أنا أحتاجها اللي هي معقدة. يعني هو مو شرط تكون معقدة، مو دائما، بس هي تكون جزيئات جديدة تكون تنتج من جزيئات بسيطة أو جزيئات تكون يعني أولية. يقولك انا راح احتاجها لاجل شنو؟ لاجل performance of structural maintenance and repairs. performance اللي هو اتمام، structural maintenance اللي هو اتمام المحافظة التركيبية واتمام عملية الاصلاح التركيبية او الديمومة. يعني اني اساعد انه جسم ماتي دائما يكون راح يكون دائما يعني التركيب مات يكون ثابت، او احافظ على التركيب مات ما يتغير، واسوي اصلاح كل ما يصير تحطيم معين او دمج معين انا اسوي ريبير، يصير دمج اسوي ريبير. فاني احتاج هذا الانابوليك رياكشن. ثاني واحد سبورت اوف جروث، هو داعم للنمو، انت من تنمو اكيد راح تحتاج انه تكون معقدات اكثر تعقيدا. ثلاثة برودكشن اوف سيكريشنز، اللي هو انتاج الافرازات المعينه تحتاجها انت. وبيلدينج اوف نيوترينت ريسيرف أو reserves، building of nutrient reserve اللي هو إنتاج المخازن الغذائية اللي هي nutrient reserve أو reserves، المخزن الغذائي أو المخازن الغذائية بشكل عام العفو. زين، نجي على هسه كاتابوليك اللي هو عكس اللي هو تحطيم. يقول لك الطاقة اللي هي تنطرح من عملية تحطيم المكونات أو المادة اللي هذا التفاعل. العفو دقيقة، يقول لك الطاقة اللي راح تنطرح من عملية تحطيم المواد أو عملية تحطيم الجزيئات، راح أسمي هاي الطاقة بشنو؟ بهذه الطاقة اللي هي جاي تنطرح أو هذا التفاعل راح أسميه بالإكسرجونيك. إحنا هناك مش عندنا بالإندرجونيك، نا راح يصير عندي الإكسرجونيك. يعني شنو؟ يعني راح يكون باعث للطاقة. الإندر لما أكون جزيئات أولية أسويها معقدة أحتاج طاقة، ولما هذا معقد أسويه جزيئات أولية أنطي طاقة. زين، يعني يعتبر هو تفاعل إكسوثيرميك، هي الإكسر جاي من الإكسوثيرميك اللي هو تفاعل يكون باعث للحرارة أو يكون باعث للطاقة. زين، يكون باعث للطاقة. زين، فيقول لك this released energy can be used to do work، هذه الطاقة اللي دا أنطيها راح استفاد من عندها حتى أسوي الشغل. زين، مثلا انت شلون تلعب رياضة، انت جاي مثلا نقول انه جاي تحطم مثلا الأديبوس تيشو بجسمك، الأنسجة الدهنية بجسمك، فانت جاي تسوي عملية كاتابوليك رياكشن، جاي تسوي تفاعل كاتابوليك. زين، فبالتالي انت جاي تحطم وجاي تنطي طاقة اللي هي شنو؟ اللي هي جاي تحطم، يعني الجسم ينطي طاقة حتى يحطم. انتبهوا، الجسم ينطي طاقة حتى يحطم هذا الجزء، او الجسم او العفو دقيقه جسم ينطي طاقه حتى هذه، او جسم ياخذ طاقه حتى يحطم. هذا معناها الاندرجونيك والاكسرجونيك بشكل عام. زين، يقول لك small molecules enter mitochondria to release more energy، جزيئات صغيره تدخل الميتوكوندريا حتى تطرح لك طاقه اكثر. يعني هاي هي كلاوات. زين، هسه هنا عندنا طبعا ما ادري ينزل حضور ما ادري ايش ينزل فوق. عموما CHO metabolism in all bodies cell، بس خلينا نشوف شكو ونرجع. عموما ما مهتم شنو نزل عليك كلاس، خلينا نكمل. CHO metabolism in all bodies cells، هنا راح يقول لك باعوا هذا. هنا نشوفه، هو هنا هاي الصورة اللي يحكي عن عملية glycolysis اللي هو عملية تحطيم الجلوكوز. زين، عملية تحطيم الجلوكوز او السكريات بشكل عام، هذا انت نعطيك اياها بكلمتين ثلاثة اللي هي قدامكم، ولكن الحقيقة هاي عملية دوخ الراس وتصفن وموضوع كامل وحده، هنا نعطيك اياها بصفحة وحدة. فأنا ما راح يعني اطول، ما راح احكيكم اياها لانه هوسه كلش، بس اقول لكم انه عملية تحطيم الجلوكوز راح تتم بثلاث مراحل. سيتوبلازم اول شيء، اول مرحلة. المرحلة الثانية اللي هو الغشاء من الميتوكوندريا والماتريكس من الميتوكوندريا، والمرحلة الثالثة اللي هو سيتوسوليك والميتوكوندريال
اللي هي راح يصير بالسيتوسولك والميتوكوندريال. طبعا بالمناسبه يعني هو تقريبا تنتهي يم من الميتوكوندريا والممبرين ماتريكس، يعني هذا ثالث واحد انا ما اعرفه بصراحه. انا اللي اعرفه انه تنتهي يم من الميتوكوندريا يم من الممبرين، يعني الميتوكوندريا ميمبرينز والماتريكس مالتها، ثالث واحد ما اعرفه. لكن عموما هو حسب ما قايل انه هي ثلاث مراحل. المرحله الاولى بالكلايكولوسيس راح يصير لك كلايكوجينيسيس اللي هو عمليه تكوين الكلايكولوس الكلايكوز الجلوكوز، زين، وراح يصير عندك الكلايكوجينوليسيس الكلايكوجينوليسيس والاذرز. راح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك الكلايكوجينوليسيس، وراح يصير عندك يعني بنفس الوقت راح يصير عندك هنا اللي هو الكلايكوجينيسيس عمليه تكوين الكلايكوجينيسيس، زين، الجلوكوز اقصد. بالميتوكوندريا ميمبرين راح يصير عندك عمليتين اللي هي عملية الستريك أسيد سايكل، يعني مرة ذكرتها قبل يعني بالمحاضرات الراحل، ويصير عندك إلكترون ترانسبورت تشين. هو سوى موضوع كلش كبير ما أقدر كل شيء أحكي عليه أي تفاصيل. آخر واحد اللي هو الكلوكونيوجينيسيس، يعني إحنا نعرفها. زين، عندنا الالترناتيف باثويز، عندنا بعد يعني بعد عندنا غير باثويز اللي هي شنو؟ اللي هي مثلا الهكسوز مونوفوسفيت شانت اللي هو ال HMB شانت. يقول لك شنو مثلا يجي هنا يجيك السؤال يقول لك هذا شو اعتبره؟ تقول له هو الالترناتيف باثويز فور ال CHO metabolism in all body cells. او اقول لك شنو هذا اختصار شنو؟ تقول له هو الهكسوز انت المونوفوسفيت شانت. ثاني واحد اللي هو الكلوكوز امين باثوي، طبعا كتابة صغيرة، الكلوكوز امين باثوي. وعندنا اخر واحد اللي هو اليورونيك اسيد باثوي، هو اللي هو ممر الحمض اليورونيك اسيد باثوي. ننتقل هسه وراها على what is the benefit of generation or production of ATP. يعني هذا السؤال يعني ما ادري بصراحه، يعني هو حتى ما بيعلميه. يقول لك شنو الفائده من انه انا انتج ATP؟ الفائده من عندها بشكل عام انه شنو؟ انه راح اعوض، انه اول شيء ما راح اقراه انه يعني ما يطول يعني ما يفيدنا، بس انا راح احكي لكم الحكي الموجود. انه اول شيء راح احتاج طاقه حتى احتاجها للحياه اليوميه حتى امارس حياتي واروح واجي واكمل. والشغل الثاني انه ابقي شويه طاقه حتى انتج، حتى شنو؟ حتى استفاد من عندها بمعدل الايض القاعدي. معدل الايض القاعدي يعني شنو؟ يعني انا احتاج الطاقة مو بس حتى اتحرك، احتاجها حتى اهضم الطعام كمثال، او افتت الطعام، او اسوي عملية الايض بشكل عام، عملية الايض كوما، يعني اي شيء يتم بجسمك يسموه ايض. فانت تحتاج الطاقة لسببين، السبب الاول حتى تتحرك وتروح تقضي حياتك اليومية، والسبب الثاني شنو؟ حتى تحتاجها حتى تقوم بعملية الايض بجسمك، لان اي شيء بجسمك يصير هو يحتاج طاقة، اي شيء يصير بجسمك حتى التنفس. ننتقل وراها، احنا مرة نطول بهاي السوالف. السورس اوف انرجي اللي هو مصدر طاقة، شنو مصدر طاقة؟ يقول لك راح نحكي عن مصادر طاقة. يقول لك بالنباتات الطاقة من راح تجيك من الشمس، زين، وهي راح تستخدم حتى تحول لك شنو الشمس؟ راح تستخدم حتى تحول لك ال CO2 والمي الى شنو؟ الى جلوكوز. مو صح لو غلط؟ راح احنا عندنا معادلة اللي هي راح تحول لك شنو؟ راح يحول لك CO2 من الهواء، وراح يحول لك المي اللي هي تاخذه من التربة، هاي السوالف مال الابتدائية، وعن طريق ضوء الشمس راح يحول لك اياه الى جلوكوز. زين، يقول لك العديد من جزيئات الجلوكوز راح يتم صناعتها ببوليمرات متعددة او طويلة السلاسل من الستارج، اللي هو شنو الستارج؟ اللي هو نشأ، يعني الجلوكوز اللي ينتج بال يعني النبات، يعني النبات شو يسوي؟ النبات ياخذ مي وياخذ CO2 وياخذ ضوء الشمس حتى يسوي لك جلوكوز. الجلوكوز راح يخزنه على هيئة نشأ، زين، على هيئة نشأ، زين، راح يخزن على هيئة نشأ. فعندك مثلا انت الخضروات اللي هي تكون مصنوعة من النشأ راح يكون يعني عملية صناعتها هي هاي الهوسة اللي يعني هسه حكيتها. زين، فتعالوا خلينا نحكي شوية، خلينا نشوف شكو مكتوب هنا. هنا نعطيك الفوتوسينثيسيس، عملية البناء الضوئي، هاي من عبورها ما تفيدنا، زين، وعملية ايش راح يصير بالستارج لما يدخل للجسم؟ اللي هو راح يتحول انرجي، يعني البنات راح يسوي لك جلوكوز ويسوي لك يا ستارج. الستارج انت تروح تاكله تتغدى، الجلوكوز راح يتحول الى طاقة. هذا كل الحكي موجود بالعمليات اللي قدامكم. زين، هسه هنا يقول لك هنا بهذه الفقرة جواها انه اكو انه اكو شنو؟ انه اكو نوكليوتايد كومبوندز، مركبات نوكليوتايد، زي ما ادري شلون ترجم العربي، نوكليوتيديه، ما ادري شلون، نوكليوتايد كومبوندز،
زين، هاي المركبات شبيها راح تعمل على انه هي مخزنة للطاقة. هاي الجزيئات شبيها اللي هي نوكليوتايدز كومبوننت او كومبوندز راح تعمل على تخزين الطاقة، اللي هي شنو؟ اللي هي جي تي بي والسي تي بي واليو تي بي. احفظوها، جي تي بي والسي تي بي واليو تي بي، اضافة للاي تي بي والاي دي بي اللي احنا ماخذيها بالمتوسطة. عندنا ثلاثة غيرهم اللي هما جي تي بي. شبيه هذا المركب اللي هو المركب هذا يعتبر شنو؟ يعتبر نوكليوتايد، يعتبر هذا المركب نوكليوتايد كومبوند. شبيه راح يخزن لك الطاقة، شلون يخزنها وش يعمل يعني على شنو؟ راح يعمل على دعم الطاقة بعملية إنتاج بروتين. هذا يعمل على دعم الطاقة أو توفير الطاقة العفو في عملية صناعة الدهون، وهذا آخر واحد راح يعمل على توفير الطاقة في عملية صناعة السكريات المتعددة. كل واحد تحفظه من عندها، كلش مهمة. زين، هاي كلش مهمة هاي السالفة. حتى عندنا هنا سؤال خلينا نحله قبل ما نعبر عن هذا السلايد. يقول لك سؤال: جد single incorrect term، جد المصطلح الوحيد اللي هو غير صحيح بين هذه المصطلحات اللي هي تعتبر شنو ذولا كلهم عدا واحد من عندهم؟ راح يعتبروا energy conserved biochemical molecules، جزيئات كيميائية احيائية راح تعمل على تخزين الطاقة. يعني ذول قدامك اللي هم خمس نقاط، 1 2 A B C D E، راح كلهم راح يعملون على تخزين الطاقة أو راح يعملون كمستودعات لخزن الطاقة عدا واحد من عندهم اللي هو منو؟ يقول لك طلع لي إياه، خلينا نحل سوا بيناتنا. عندكم الـ ATP، الـ ATP هو أهم واحد راح يخزن لك الطاقة، اللي هو مصدر الطاقة بجسمك. هسا أنا الحاجة دا أحكيه هو مصدره هو هذا الـ ATP، إذن هذا مستحيل يكون خطأ، إذن هذا راح يخليه ما صح. اذا هذا كل شيء ما عليه. الاي دي بي، شنو هو الاي دي بي؟ الاي دي بي هو عباره عن اي تي بي ناقص فوسفيت. يعني شنو معادله مالتي؟ المعادله مالتي هي اي تي بي روح رجعه اي دي بي زائدا فوسفورس. يعني الاي دي بي اذا ياخذ فوسفورس يصير لك اي تي بي، والاي تي بي اذا يتحلل ينطيك اي دي بي فوسفورس. اذا الاي تي بي هو حاله من حال الاي تي بي، اذا هم صحيح. زين، عندك بعد هذول الاثنين الجي تي بي واليو تي بي. احنا تذكرون قلت لكم انه هذه مركبات نوكليوتايد كومبوندز اللي هي جي تي بي والسي تي بي واليو تي بي. موجوده هذول الاثنين؟ لو ما موجودين، موجودين الجي تي بي واليو تي بي مو صح، بس السي تي بي ما موجود. زين، اذا ذول الاثنين معناها صحيحات، مقالك بس واحد جي تي بي صح واليو تي بي صح. بقالك الدي ان اي، دي ان اي له علاقه بطاقه؟ دي ان اي هو اصلا يعني يعني يعتبر هو مهم بعمليه يعني بعمليه الوراثه بشكل عام، فما له اي علاقه بالطاقه. اذا هو الجواب الخطا هو سي. يعني الجواب الخطا هو شنو؟ هو سي. فنشوف السلايد اللي قبله احنا اللي عبرناش عندنا هنا، يقول لك انه ها هنا عندنا مهم الانرجي ستورج اللي هو خزن مال الطاقه. هنا انا عندي اللي هو خزن مال الطاقه، يقول لك انه الفوسفوجين، راح نحكي عن الفوسفوجين اللي هو مركب. يقول لك هذا راح يعمل كصيغه خزن للبي اللي هو الفوسفوروز. ليش يخزن الفوسفوروز اللي هو إيه هذا؟ طبعا لانه هذا يعتبر هو طاقه، يعني الفوسفورس يعتبر هو طاقة. ليش؟ لأنه الـ ATP لما تشيل من عنده فوسفورس راح يصير لك ATP. زين، فيقول لك من رابط ATP utilization as a source of energy for muscle contraction، الفوسفوجين اللي هو هذا المركب راح يعمل كدونر للـ B الفوسفور. زين، to maintain concentration. وبعد شنو؟ وايضا عندما من الاي تي بي والاي دي بي ريشيوز هاي ما راح تكون عاليه، فالفوسفوجين راح يزيد من عمليه راح يعني يكون اكثر فعاليه بالخزن. يعني شنو؟ يعني انه لما انت العضلات مالتك راح تستهلك، او لما راح تستهلك كميه كبيره من الطاقه الاي تي بي عن طريق التقلص اللي يصير بعضلاتك، يعني من تتحرك وتشتغل وهذه، يقول لك الفوسفوجين ايش راح يسوي؟ راح ينطيك بي، راح ينطي بي لجسمك حتى الاي دي بي يصل لك ATP ويظل عندك طاقة ما تموت قبل. ويقول لك انه شغلة اللغة انه لما يكون عندك طاقة كبيرة، الفوسفوجين راح يستغل الفرصة انه انت ما جاي تستهلك طاقة ويضم يخزن. شو كنت مدري ننطيك هذا الفوسفوجين. هذا السؤال، هذا السؤال حلينا. فنجي على الدايجستشن والابسوربشن اوف كربوهيدراتس. هنا اكثر كم نقطة هيك، يعني نجي وراها على شوية هنا نحكي ونختم المحاضرة مالتنا بهاي هنا، فان شاء الله يعني راح نطول بعد. صح هي هوسة بس احنا راح نستعجل على السريع. زين، هسه ركزوا، يقول لك انه راح يبدي لك الهضم الدايجستشن مال الكربوهيدرات من الحليق الى النهاية.
فيقول لك انه ركزوا، يقول لك بالفم الانزيمات اللعابيه راح تبدا بعمليه هيدرولايز ستارج، انه راح يسوي لك الهدرجه، خلينا نقول راح يهدرج لك الستارج زين الى شنو، او يحول لك اياها الى سكريات متعدده ومالتوز، يحولها الى سكريات متعدده ويحولها الى مالتوز بالستومك بالمعده. الاحماض راح تستمر بعمليه تحطيم النشا، بينما الالياف ايش راح تسوي؟ راح تبقى راح تاخر من عمليه التفريغ المعوي زين، وهذا الشيء ايش راح يسوي لك؟ راح يخليك تشعر بالفولنس اللي هو الامتلاء او الشبع. يعني يقول لك انه الالياف، شوفوا احنا انتم سامعين اكيد اهل الرجيم اهل الدايت، انا ما احد بيعدهم طبعا، الالياف ما تسمن وما تخلي الواحد يشبع بسرعه زين، تخلي الواحد شنو يشبع بسرعه. فيقول لك هنا نفس الحكي، يقول لك انه الالياف راح تاخر من عمليه التفريغ المعوي، يعني تخليك تحس بالشبع، يعني تاخر ما تخلي بسرعه يستعجل زين. فهذا التاخير يعني هو يعني هذا التاخير راح يخلي الجسم يعني ينطي طاقه كبيره حتى يهضم هاي الالياف. فالاكل اللي بيه الياف راح يصرف طاقه كلش هواي، وممكن بعدين انت ورا فتره معينه راح يخليك تجوع زين. انت تاكل كميه هواي بس ايش قد ما تاكل راح تبقى جوعان، يعني ورا فتره معينه مو قبل زين، يعني انت ينطيك فتره معينه تشبع بعدين تجوع، لانه هو راح ياخذ طاقه كلش هواي حتى يصرفها. ويعني مثلا ينطيك كمثال، ينطيك 2 اي تي بي ويصرف 6 اي تي بي زين، ده يخسرك هو. عموما يعني هاي كملاحظة سريعة. يكمل وراها يعبر للأمعاء الدقيقة، يقول لك من الأمعاء الدقيقة شو اسمه الإنزيمات اللي تجينا من البنكرياس والإنزيمات الأخرى اللي هي المالتيز والسكريز واللاكتيز، إيش بيهم؟ راح يفككون الستارش إلى شنو؟ إلى الدايسكريد والدايسكرايتس والمونوسكرايتس، يعني راح يتم تحطيمه إلى الاستكراي الداي والمونو زين. يعني هو تحطم هسه من الكم معقد كلش من البولي وين وصل لك المونوسكرايد زين. بالامعاء الدقيقه بالامعاء الغليظه الالياف راح تبقى، والالياف راح تبقى وراح تتفاعل مع المي وشنو، وش اسمه المات يعني الستولز اللي هي الفضلات، ايش بيها الفضلات؟ راح اللي هي تكون ملساء، هنا اعتبرها ملساء يعني وصفها كوصف معين، راح تكون فيرمنت اللي هي تكون متخمره زين، متخمره، وهذا هو سبب وجود الرائحه الكريهه بالستول زين. هسه كملنا هذه اول فقره اللي هي اول سلايد يعني يخص الهضم مال الكربوهيدرات. خلينا نجي على الفقره الثانيه، خلينا نشوف ايش عندنا. هذا السلايد يقول لك عيني انه المحصله النهائيه مال عمليه الهضم الكربوهيدرات هو شنو؟ هو جلوكوز وغلاكتوز وفركتوز، هاي مهمه حيل ركزوا عليها. المحصله النهائيه مال عمليه هضم الكربوهيدرات هي شنو؟ هو غلوكوز وفركتوز وجلوكوز زين. يقول لك المونوسكرايد ايش بيها؟ السكريات الاحاديه راح يتم امتصاصها بعدين بشكل فعال بوسط الامعاء الدقيقه. من يمتص لك الامعاء الدقيقه؟ ايش تمتص؟ تمتص مونوسكرايد. المونوسكرايد من يمتصها؟ يعني هاي اسئله ممكن تجي ها. المونوسكرايد من يمتصها؟ راح يمتصها السمول انتستين زين. يقول لك البورتال فين اللي هو موجود بالكبد ايش بيه؟ هذا راح اللي هو مره قلت لكم عليه، يتوقع الوريد البابي زين. الوريد البابي ايش بيه؟ الوريد البابي راح يحمل لك الشجر اللي هو يكون بسيط وين؟ للكبد زين. بينما بالكبد ايش راح يصير بيه؟ من يحمله او من يروح هناك؟ راح يصير بيه ميتابولايز، يعني راح يصير عن بيه عمليه الايض، او نقول يتايض زين. الليفر اللي هو الكبد ما راح يستهلك كل الشجر اللي راح يمر إليه، ولكن كمية كبيرة من هذه السكريات ايش بيها؟ راح توصل إلى السيستميك بلود، راح توصل للدم النظامي، حتى شنو؟ حتى يتم استخدامها بواسطة الأنسجة الأخرى. يعني انت مو بس الكبد يحتاج شجر، كمية كبيرة من الشجر اللي دا يوصل للكبد، يعني هو يروح للكبد ومن الكبد يندز لانحاء الجسم، لأنه انت عندك أنسجة تحتاج هذا الشجر زين، الشجر مو بس الكبد هو راح يحتاجه زين. هنا يقول لك الجلوكوز الانترنز انتو تشو الجلوكوز اللي راح يدخل لك الى الانسجه، اللي راح تحتاجك انسولين هي منه، واللي ما راح تحتاج انسولين هي منه؟ اللي تحتاج انسولين هي الانسجه الاديبوس والمصل، ما راح تحتاج انسولين هاي ضروريه. اللي ما تحتاج هي الليفر وبرين وار بي سي اللي هي ريد بلود سيل
زين قش ما علينا ذي اند سنير بعدها المحاضرة صعبة يعني. زين هاي نحن انا ليش قلت صعب المحاضرة؟ المحاضرة هي مو صعبة، هي سهلة، ولكن الصعوبة بها هي فقط بالحفظ. يعني هاي شغلات انتو يطلب عندكم انو تحفظوها. The end is near. The end is near. زين هسه ننتقل وراها، عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 يعني هو بعد هواي سلايدات بصراحة، بس انا اشوف المحاضرة راح تخلص. عموما هسه نجي على السمري لانواع الانواع والوظائف مال النواقل الجلوكوز. هنا راح نحكي على الجلوكوز. خلينا نشوف هنا شكل مكتوب. هنا عندي مجموعة من النواقل، هنا نعطيكيها على شكل كلمات، يعني ما أدري بصراحة هاي كلمات على شنو ندل، ولكن إحنا خلنا نحفظها نفس ما هي، اللي هي ال SGLT. هنا عندي ال GLUT، هنا عندي GLUT 1 5، هنا 2. أحفظوها. أول وحدة الوظيفة مالها إنه هي راح تمتصك الجلوكوز وبواسطة النقل الفعال. يعني شرحت لكم شنو هو النقل الفعال، أنه طاقة راح تجيني من ال NA وال K pump. NA وال K pump هم شرحنا عنها إنه عرفوا شنو هذا ال NA pump، ال NA K pump. زين الموقع هو الانتستين ورينال تيوبولز، اللي هو النبيبات الكلويه والنبيبات المعويه. زين هنا يقول لك الجلات 5 انه الفركتوز راح يتحول فركتوز ترانسبورت، تحويل الفركتوز اند تو ا ليسر اكستنت جلوكوز وكالكتوز، وراح يحوله الى ليسر اكستنت اللي هو مدى اقل من الجلوكوز والكالكتوز بالانتستين والسبرم اللي هو النطفه او السبيرمز اللي هي النطف. وهنا عندك الترانسبورت جلوكوز، راح ينقل لك الجلوكوز خارج الامعاء وخارج الخلايا الكلويه اللي هو سيركيليشن، اللي هو راح يسوي دوران او عمليه الدوران. زين وين موجود هذا؟ موجود بالانتستين والرينال تيوبولز اللي هو النبيبات الكلويه والمعويه، موجود بالخلايا مال الايلت ليفر. الايلت ليفر اللي هو يعني هنا الايلت معناها جزر، ليفر معناها الكبد، جزر الكبد ما ادري كبد الجزر ما ادري شلون يعني هيك شيء، يعني مو فشي اتوقع هي جزر موجوده بالكبد، هو هذا المكان اللي راح يصير بي. فتحفظهم يعني مو ما نطرق هو على التفاصيل الخاصه بهم. زين هسه يقول لك الديفيكس. هسه عندي انا يعني راح احكي على امراض، راح احكي على شنو؟ راح احكي على امراض. عندنا هاي اول سلايد ونجي على هذا ثاني سلايد. شقد ما نمشي بالمادة تبقينا هواية. الله شقد هاي المحاضرة يمكن شقد سلايد، والله كم سلايد بيها؟ 31 32 36 محاضرة 42 سلايد، والله وين اكو هيجي. عموما هسه خلنا نقرا حتى نكمل على السريع. عندنا اول مرض اللي هو اللاكتيز ديفيشنسي، اللي هو نقص اللاكتيز، اللي هو اللاكتوز انتولرنس. نقص اللاكتوز او نقدر نقول عليه اللاكتوز انتولرنس، اذا نجي على الترجمه مالتها الانتولرنس معناها يعني عصبيه ويتعصب. هنا هذا باعتبار يعني انه انه اللاكتوز راح يعصب ويجي، يعني ترجمه حرفيه، بس هو معناها انه اللي ما راح يصير يعصب اللاكتوز. هنا ما راح معناها ما راح يصير عمليه هضم للاكتوز، فنقول لاكتوز انتولرنس. الترجمه الحرفيه لها انه اللاكتوز راح يعصب، بس هو الحقيقه انه اللاكتوز ما راح يتم عمليه هضمه. فاما يعني يا اما ما يتم هضمه يا اما هو اصلا بينقص. خلينا نشوف احنا هسه بالحكي تبين لي الديفينيشن مالته. شو يقول لك بالديفينيشن؟ هذا يعتبر هو التعريف مالته على انه هو نقص بانزيم اللاكتيز، نقص انزيم اللاكتيز اللي هذا اللاكتيز ايش بيه وظيفته؟ اللي هو يعني كان المفروض انه يعمل على هضم اللاكتوز ويحول لك اياه لجلوكوز وجالكتوز. يعني اللي ما عنده هذا اللاكتيز ما راح يصير عنده جلوكوز ولا جالكتوز، يعني هو هذا مسؤول عن عمليه تحطيهم. يقول لك هذا ممكن انه يكون كونجنتال، ممكن انه يكون خلقي، او ممكن يكون اكوارد اللي هو مكتسب. يعني انت ممكن انه اول ما يولد يصير بيه هذا المرض، يعني هو اول ما يجي على الدنيا يكون مصاب بهذا المرض، او ممكن انه يكون ورا فترة يلا يصاب بهذا المرض اللي هو يسموه مكتسب. زين هذا يقول لك راح يحدث very soon after birth، راح يحدث يعني قريبا كلش ورا الولادة، يعني ممكن يعني ورا كم يوم او ورا شهر تقريبا، يعني او اقل من شهر ما اعرف ايش قد الفترة راح يصير بهذا المرض. اللي يكون هذا rare اللي هو نادر، يعني قليل اكو هيك حالات انه يجي هو مصاب بهذا المرض الطفل. طبعا المكتسب اللي هو راح يحصل بعدين بالحياة، يعني ممكن هو رجال كبير يعني بعمرنا او اصغر او اكبر وينصاب بهذا المرض نتيجة اني في شغلات معينة تصير، يعني احنا حاليا التفاصيل ما عدنا اياها. هذا اللي هو common او more common اللي هو الاكثر شيوعا او الشائع
عندنا هو هذا الشيء. زين يقول لك التأثير مالته أنه وجود اللاكتوز بالانتستين هذا الشيء راح يعني شنو؟ شوفوا اللاكتيز احنا عندنا قلنا راح شنو قلنا دقيقة the presence of lactose in the intestine causes وجود اللاكتوز مو احنا قلنا هو اصلا هو هو deficiency of lactase enzyme هو deficiency لا شلون وجود اللاكتوز بالانتستين والله ما ادري بصراحة وجود اللاكتوز بالانتستين ما ادري يعني هو بس احنا نعتمد فوق وكتب لك انه ممكن يكون نقص او ممكن يكون هو انتولرنس اللي هو قصده بيه انه ما راح ينهضم خلينا نعتبر انه هو ما راح ينهضم مش راح يصير يقول لك اذا موجود هذا بالمعده وما ينهضم شو يسوي لك يقول لك اول شيء راح يزيد لك من الضغط الاسموزي يزيد لك من الضغط الاسموزي اذا بقى بالامعاء ومتحرك راح يزيد لك الضغط الاسموزي لانه هو اصلا ما جاي ينهضم فيقول لك بالتالي المي ايش بيه المي راح يتحرك من الانسجه راح يتحرك من الانسجه اللي هي مال الجسم راح يسوي لك بيها جفاف ويتحرك وين يتحرك للامعاء يسوي لك بيها دايريا اللي هو اسهال يعني شنو يعني هذا اذا بقى بالمعده راح يجيب لك المي يجيب لك اياه من الجسم مالتك من الانسجه من عضلاتك وجسمك وهاي ويوديه وين للمعده فجسمك من برا يصير بيه يعني يصير بيه يتبوع من برا انت بي عندك جفاف زين بس شنو الاسهال مالتك راح يكون الإسهال مالتك راح يكون شنو؟ راح يكون يعني العفو راح يكون عندك إسهال زين؟ راح يكون عندك إسهال زين يعني هسه هاي أي هسه خلينا نجي على البي البي إيش عندنا بيها يقول لك أنه increased fermentation of lactose by bacteria أنه إذا اللاكتوز موجود بجسمك بالمعدة مالتك هذا الشيء راح يخلي البكتيريا الموجودة بالأمعاء أنه تفرق تسوي له fermentation اللي هو تتخمره أنت من تخمره راح يصير راح تلاص عليك فدنوب فيقول لك أنه البكتيريا المعوية راح تخمر اللاكتوز زين مع وبالتالي شنو راح تسوي لك إنتاج غاز CO2 يعني معائك راح تكون متروسه CO2 زين انت اذا صار عندك CO2 ببطنك معناها شنو راح يصير يعني يا اما راح تنفخ يا اما راح يصير عندك غازات يعني هذا شيء منطقي اذا اكو غازات ببطنك فاكيد راح تكون عندك غازات تطلع برا بشكل يعني متكرر ومتزايد اكثر من حاله طبيعيه وشغله ثانيه انه راح يصير عندك انتفاخ فيقول لك هذا causes راح يسبب لك صح destination اللي هو انتفاخ ببطنك اكيد هذا الشيء منتهي من عنده وراح يسوي لك abdominal cramps اللي هو يعني يعتبر شلون مثل المغص مغص او شد عضلي بالابدومينال اللي هو يعني بالبطن مالتك راح يصير العضلات راح تكون مشدوده العلاج مالتك شنو العلاج العلاج انه ببساطه تشيل الحليب من مالتك الاكل زين يعني بالنهايه ما تاكل حليب زين ننتقل هسه على الحالات الاثنين الباقيات هذول عندنا اخر اثنين اللي هما السكريز ديفيشنسي والمونوسكرايد مالابسوربشن السكريز ديفيشنسي اللي هو نقص بالسكريز مالتك يقول لك هو عباره عن حاله نادره راح تبين الانجول شومينج ذا ساينز راح يبين لك الاعراض والساينز الاشارات بالاعراض مال شنو مال لاكتيز ديفيشنسي يعني حاله حالها هذا اللي هو لاكتيز ديفيشنسي يعني الساينز والسيمتومز راح يكون نفس الشيء وهذا يحصل بشكل اوكرز early in childhood ده يحصل بوقت مبكر بالطفولة زين المونوساكرايد مال ابسوربشن مال يعني هنا اتوقع ما متاكد انه المال معناها سوء يعني فشي سيء او سوء فيقول لك المال ابسوربشن هو سوء تغذيه او سوء امتصاص المونوساكرايد يقول انه هذا هو مرض ورض خلقي زين او اضطراب خلقي حيث انه الجلوكوز والجالكتوز راح يتم امتصاصهم فقط only slowly بشكل بطيء وذلك نتيجه تدمير ب الكارير ميكانيزم اللي هي عمليه النقل فبالتالي هاي السبب مال هذا المرض وبسبب انه الفركتوز هو ما راح يمتص بواسطه هاي الميكانيكيه مال النقل فايتس ابسوربشن از نورمال فبالتالي الامتصاص مالته راح يكون طبيعي الامتصاص مال منو الامتصاص مال الفركتوز راح يكون طبيعي زين فهنا باعوا هنا عندنا اللاكتوز الانتولرنس اللاكتوز انتولرنس او نقدر نقول عليها بشكل اصح اللاكتوز ديفيشنسي اللي هو كريمز وعندنا دي الدايريا وعندنا النويز يعني دائما مغص بطنه دائما مغص زين طبعا برا هو من برا جاف بس عنده اسهال يعني لانه ما يجي يجمع مات الانتستين زين
سش بقانا بس الفيت المصير وذني آخر اثنين عفوا لأنه كلاوات والسمر ما أقرأ سمر إنهم صراحة الفيديو صار كوما عليه زين وعدنا بتسع زوم زين هسا خلينا نشوف هذا آخر شيء هنا يعني هنا عندنا اللي هو يقول لك ال maintained of a blood glucose level regulated by following hormone يقول لك انه ال maintained of blood المحافظة على مستوى جلوكوز الدم راح يتم اكو هرمونات بالدم ركزوا وياي اكو هرمونات بالدم تحافظ لك على انه المستوى مال الجلوكوز بجسمك يكون ثابت ما يكون متغير لا يقل ولا يزيد هرمونات هي تنظم لك الجلوكوز بجسمك زين بس احنا عندنا اكثر يعني اكثر من حاله يعني ممكن تكون انه انت جاي تتغذى يعني انت جاي تتغذى بشكل طبيعي اليوم قعدت الصبح ريوق وبعدين غدا وبعدين عشاء او ممكن تكون انت بحاله صيام يعني انت تصوم من الصبح للمغرب انت كل شو ما اكل بعدين تاكل وعندك حاله اللوخ اللي هو البرولونج فاستنج اللي هو اللونج تيرم انه انت تصوم فترات طويله يعني سواء يعني اكو فقر او يعني ما عندك فلوس او يعني مجاعة المهم هاي حالة نادرة اللي هو long term فأنت يا أما تكون على الأغلب يا أما تكون جاي تتغذى بشكل طبيعي مثل إحنا حاليا أو أنت شنو يصير عندك برمضان اللي هو fasting اللي هو الصيام يقول لك إذا أنت جاي تتغذى بشكل طبيعي فالهاي blood glucose دقيقة بالحالة مع الطبيعية الهاي بلود كلوكوز اللي هو شو اسمه الكلوكوز الدم العالي راح يحفز لك شو اسمه استيميوليت راح يحفز لك الانسولين سكريشن راح يحفز لك شنو الهضم مال هرمون الانسولين زين بينما المستويات دقيقة هاي شلون منسق الترتيب مالتها العفو دقيقة الهنا استيميولات قصدي بيها مو يحفز يعني هو يتحفز بواسطة الانسولين سكريشن طرح الانسولين يعني يتحفز الهاي بلود جلوكوز بطرح الانسولين بينما بحالة الصيام المستوى عالي من راح يكون مستوى واطئ من الجلوكوز مو صحيح زين اذا عندك مستوى واطئ من الجلوكوز مو راح يحفز هذا الشيء نقول راح يثب الانسولين طرح الانسولين اذا انت كنت صايم وجسمك يطرح الانسولين هذا الشيء راح يثبط لك low level of glucose واذا انت كنت صايم فاذا انت كنت صايم فالشيء اللي راح يحفز لك اياه مو يثبط لك اياه هو الجلوكاجون والابينفرين اللي هو ستريس هرمون ذول الاثنين شو راح يسووا لك راح يحفزوا لك لفترة قصيرة واللي يثبط لك هو منه هو الانسولين فالانسولين شو وقت يثبط دقيقة بس لحظة اتوقع مو هيك السالفة the maintained of a blood glucose level regulate راح يتنظم بواسطة المحافظة على مستويات ثابتة من الجلوكوز راح يتم تنظيمها بواسطة الهرمونات الآتية هو شنو احنا عندنا هرمونات عندنا الانسولين وعندنا الجلوكاجون وعندنا الابينفرين اللي هو ستريس هرمون يعني هنا نقول لك مستويات واطئة من الجلوكوز هي اللي تحفز لك ذول الهرمونات ما ادري بصراحة ما اعرف انا اتوقع اكو مشكلة بالاول سطرين شباب انا قبل شوية رحت على جوجل شيكت الموضوع اجيت هنا أنا هو صح هنا أنا اكو الحكي كله صح لكن المشكلة وين المشكلة هنا أنا انه هو كاتب استيميوليت هو هنا معناها انكريز المفروض يخليها بمكانها انكريزز راح يزيد وبمكان الانهبت اللي هو تثبيطه لازم يخليه بمكانها ديكريزز يعني مستويات الدم الجلوكوز اذا زاد بالدم ايش راح يسوي لك راح يزيد لك من طرح الانسولين والمستويات الواطئة من الجلوكوز إذا صار عندك جلوكوز شوية بجسمك يعني أنت وصايم هذا الشيء إيش راح يسوي راح يخلي جسمك يقلل نسبة الإنسولين ويرفع الكلوكاجون والإبينفرين راح أعيده المستوى العالي أنت من تأكل بالأيام العادية راح يصير عندك مستويات عالية من الجلوكوز فبالتالي إيش تحتاج مستويات عالية من الإنسولين أنت مما تأكل ما راح يكون أكو عندك جلوكوز عالي فبالتالي ما راح تحتاج إنسولين بس إيش تحتاج بمكانه تحتاج بمكان الجلوكاجون وتحتاج إبينفرين هذا هو الخلاصة كاملة زين الحكي اللي حكيته قبل ما هسه ورا ما تشيك من جوجل كله عوفو الحكي الحالي هو الحكي الصحيح
زين، يقول لك بالفترات الطويله هذا راح ايش يسوي لك؟ راح يحفز لك الجروث والكورتيسول هرمون. هذا هرمونات كورتيسول، هو هرمون ينتج بالكبد، راح يحول لك ما ادري شنو للجلوكوز، فد ماده معينه نسيتها، راح يحول لك اياها للجلوكوز. فاللي اذا اللونج تيرم هذا الشيء صح، ايش راح ينتج لك؟ راح يخلي لك ينتج لك الهرمونات اللي هي جروث والكورتيزول. خلصنا من هاي الشغله، بقت لي بس الفيت اوف ابسوربت شوجرز اللي هو مصير اللي احنا شغلات اللي جاي نمتصها. شنو هو المصير بالله؟ المصير مال الشوجر اللي احنا جاي نمتصها، خلينا نشوف شو عندنا المصير. يقول لك المونوساكرايد اللي هي جلوكوز جالكتوز فركتوز اللي تنتج من امتصاص او عمليه الهضم الكربوهيدرات راح تمتص وراح تخضع للعمليات الآتية. أول شغلة تأخذ بواسطة الأنسجة، الشغلة الثانية اللي راح يتم استخدامها بواسطة الأنسجة، تأخذ بواسطة الأنسجة يقول لك بعد امتصاصها after absorption بعد الامتصاص الكبد راح يأخذ هذه السكريات، بحيث أنه الجالكتوز والفركتوز شبيهة راح تتحول إلى جلوكوز. بالنسبة للشغلة الثانية اللي هو يستخدم بواسطة الأنسجة، يعني الأنسجة هنا شنو قصد بها؟ قصد بها كبد، الكبد راح يأخذها يهضمها الأمعاء ويدزها للكبد، الكبد راح يدزها. يقول لك هنا الجلوكوز ممكن انه يخضع الى واحده من العمليات الاتيه ورا ما يندز للانسجه، يعني الانسجه كلها ما عدا الليفر، لانه الليفر يعتبر اول مصير. المصير الثاني اللي هو راح يندز باقي الانسجه، اذا يندز باقي الانسجه ممكن انه يصير به اكسده، ممكن انه ينخزن وممكن انه يتحول يتاكسد خلال الشغلات الاتيه. ثلاث شغلات ممكن انه يتاكسده، اللي هو الميجر باثوي اللي هو جلايكوليسيس وكريبس سايكل. الشغله الثانيه اللي هي الهكسوز مونوفوسفيت باثوي ممكن انه يتاكسده، زين، لاجل انتاج الريبوس والديوكسي ريبوس والNADPH. وممكن انه الشغل الثالث اللي هي تأكسد السكريات او تأكسد الشجر، هو شنو هو؟ هو اليورونيك اسيد باثوي اللي احنا اخذناها بالبدايه تتذكرون. زين، عندنا هسه الستورج ممكن انه ينخزن على هيئه كلايكوجين اللي هو كلايكوجينيسيس عن طريق عمليه الكلايكوجينيسيس. دي بالكم هذه عمليه، هذه بروسيس، زين، هذه بروسيس اللي هي عمليه انتاج كلايكوجين. او ممكن انه ينخزن فات عن طريق عمليه انتاج الفات اللي هي اللايبوجينيسيس، العفو الليبوجينيسيس. وعندنا واحده اللي هي الكلايكوجينيسيس. عندنا كونفرشن ممكن انه يتحول، شلون يتحول؟ ممكن انه تتحول اول شيء الرايبوس والديوكسي رايبوس يتحول ار ان اي ودي ان اي، لاكتوز ميلك، شو اسمه الكلوكوز امين والجالكتوز امين تحول لك الميوكو بوليساكرايد، وعندك الكلوكورونيك اسيد راح يتحول الى ميوكو بوليساكرايد، وعندك الفركتوز راح يكون وين موجود؟ راح يكون موجود بالسمين، السمين اللي هو السائل المنوي عند الرجال. هذا هنا ملخص للمكانات اللي راح يروح لها. احنا ملخص نعوفه ليش على مود الوقت، هو الملخص الاخير لانه انا دا اشرح الشغلات بالتفصيل فما نحتاج ملخص. بعدين يقول لك اخر شيء هنا شنو؟ انه بعد ما يدخل الجلوكوز الى الخلايا اللي انذكرت بواسطه عن طريق عمل الانسولين، كيف الجسم مالتنا راح يحصل على الانرجي؟ تقول له راح يحصل على الانرجي اولا او بشكل اولي عن طريق عمليه الجلايكوليسيس اللي هو عمليه تحطيم السكريات، يعني يروح للأنسجة والأنسجة هي تقوم بعملية التحليل. انتبهوا، أول شيء أنت تأكل كربوهيدرات، زين، تأكل كربوهيدرات فات الجسم ماتك وتحللت حسب الأصول اللي إحنا ذكرناها، النقاط اللي هي شيء صار من الفم للمخرج، زين، من وسط المخرج وطلعت اللي امتصيناها وين راح تروح؟ راح تروح للكبد، زين، هسه راحت للكبد، الكبد هو يعتبر تشو، التشو هذا اللي هو الكبد وين راح يدزها؟ راح يدزها باقي الأعضاء مال الجسم اللي هي العضلات والأنسجة والآخرين هي والخلايا ومن هالسوالف. هاي الأنسجة والعضلات وكذا شو راح يسوون بهم؟ راح يسوون لهم راح يقومون بعملية الكلايكوليسيس حتى ياخذون الطاقة، لأنه الكلايكوليسيس راح ينتج لك طاقة، وبالتالي أنت راح تقدر تتحرك وتروح وتجي وتقدر يعني أنه تمارس كل مالتك الديلي لايف. زين، هذا أتوقع هي الاطلاع هي شكلاوات وخلصت المحاضرة the end السمري هذا، والسمري هذا راح أعوفن لأنه عندي أشرح بالتفصيل، هو كله موجود بالحكي اللي إحنا حكينا. أتمنى أن تكون المحاضرة واضحة، اللي عنده سؤال خليه يسأله. مع السلامة.